هنكمل كلامنا في النقط دي، ولكن قبل ما اطلع الفصل ده عايز اعرف كيفية تأسيس اول مجلة رياضية متخصصة. مجلة الاهلي. وانا بقول لك ربنا اداني حاجات مش مخطط لها. وانا ما كنتش يعني ما كنتش لسه بقيت ليا اي صفة رسمية بخلاف ان انا سكرتير تنس طاولة بس وقتها. وقتها. وبطلت. تمام. لا كنت لسه. وبعدين انا جيت في سنة 71 طلع في دماغي مرة قاعد في النادي كده بقرا الجورنال. ما عجبنيش حاجة اتكتبت عن الاهلي بطريقة كده، فبنتقد يعني ممتعد قوي. الله يرحمه مختار اباظه، ناس من اللي ايه بيوحشوني من ظرفاء هذا. فقال لي بلاش دوشه، روح اعمل لك مجله. عايزك يعني اسكت بقى. انا روحت البيت شنيور وضرب في دماغي. اعمل لي مجله؟ انا كنتش لسه بكتب ولا بعمل حاجه ولا حد يعرف. كنت بكتب في المدرسه، ولما عملت المجله حد فكرني. قال لي انت كنت بتكتب في المدرسه في اسماء الفراشه. وانت في 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 ابتدائي مش عارف اليراع الحر في اعدادي. فاعمل اعمل 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 مجله اعمل مجله. كنت انا يعني اتخرجت مثلا 64، اشتريت عربيه سنه 70. حوشت حوشت حوشت، كنا محطوطين تحت الحراسه بقى ابويا، وما عندناش مدخول، واشتريت عربيه. اوكي. فروحت البيت، فابويا جاي من يعني من السفر، كانت متحدده اقامته في اسكندريه، ويجي لنا القاهره كده بطلبات زياره يعني. وقت كان جميل قوي. فلما جالي قلت له بابا انا عايز اعمل مجله. فبص لي كده قال لي وانت يعني هتقدر؟ قلت له ما انت عارف ان انا يعني اقدر اكتب واعمل. قال لي والله دي فكره كويسه جدا. قلت له هتقدر تديني 500 جنيه؟ قال لي طب منين؟ قلت له طيب تزعل لو بعت العربيه؟ قال لي هو انا دفعت لك حاجه فيها؟ انت اللي جبتها؟ اللي جبتها؟ لو انت حاسس وفاهم انت بتعمل ايه بيع العربيه. يعني مش هتزعل؟ قال لي ازعل ليه؟ اذا كنت انت حاسس انت اللي حوشتها عايز تعمل طريق جديد لنفسك. بعت العربيه، عملت المجله. وواحد صاحبي المهم فنون التطبيق، دي قصه تانية احكيها لك لان فيها تفاصيل غريبه. احنا يعني كنا بنبني المكاتب، نشتري خشب حبيبه ونعملها احنا. عشان نوفر. عملت المجله قعدت سنه وفلست. بالمناسبه دي اصل انا كنت جنب عدلي في الموضوع ده. عدلي اللي بشجعه وبتاعه، كان بالمناسبه ان اللي اجر المكتب ده اجره في فيلا في المهندسين. فوقي مين؟ ابراهيم الخليل الله يرحمه. هو اللي قال لي دلي عليه. ابراهيم الخليل لعيب الترسانة العظيم. ده كان صديق لنا. كان سباح هايل. كان سباح، كان اصله سباح. بس هو بقى في كوره حاجه غلط. كان سباح في النادي. في النادي الاهلي. اصغر مني بصراحه. بيلعب كوره في الاهلي، قالوا له ما تنفعش خليك في السباحه. راح الترسانه. هو سنة. ابراهيم خليل. بص ابراهيم الخليل ده لعبنا تحت 16 جاب فينا جول. لعبنا تحت 18 في نفس الاسبوع جاب فينا جولين. لعبنا تحت 21 جاب فينا جون، خسرنا ثلاث ماتشات بابراهيم الخليل. لا بس كان في وسط عمالقه نادي ترسانه. شاذلي المهم ومصطفى رياض كان في وسطهم، هو البلاي ميكر. انا ليه بحكي لك دي؟ المهم لان كابتن صالح كان مثلا رحمه الله عليه يسافر لندن يجيب فيلم فيديو. عدلي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا ما عندي فيلم، تعالى ليفربول مش عارف ايه، اروح اتفرج. المان يونايتد اروح اتفرج معاه. فمره قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له ولا حاجه في النادي. قال لي طب ما تجيلي. رحت له. راح مطلع لي مجله كده صغيره. قال لي شوف المجله دي، فرتها. قام قال لي دي ليفربول عامل المجله دي. اوكي. انا عايز اعمل واحده للنادي الاهلي. فبصيت له قلت له دي تبقى فكره هايله. طيب. قال لي انت مش كنت عامل مجله خاصه؟ وفلزت. قدم لنا مشروع. كلفني ان انا اعمل مشروع مجله انشاء مجله. فكل حاجه عملتها عندي ما عملتهاش في مجله الاهلي عشان ما تخسرش. يعني المجله شكلها وعدد اوراقها وطريقه الطباعه وكده، ولازم اجيب اعلانات الاول عقود قبل ما اطلع. عملت كل حاجه ما عملتهاش للمجله بتاعتي.